رجعنا معكم في لوماج اكسبريس، تحيه لكل مستمعينا وين ما كنتوا. نجي جلول يحضر معنا في الاستوديو، هاجر بوجمعه وزينب الباستي وليد برحومه نواصلوا معكم المشوار حتى للستة ونص. معنا بالتليفون الصحفي الفلسطيني مباشره من غزه ايمن تيسير دلول. اهلا وسهلا بك ايمن، مرحبا. اهلا وسهلا بكم، كل التحية وكل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق. أنت موجود حاليا في غزة، أعطينا آخر التطورات. نعم، التحية لك ولجمهورك الكريم. نحن الآن ربما ننتهي من اليوم السادس على التوالي، لا تزال الهجمات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني متواصلة على الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة. نتحدث عن استهداف لبيوت الآمنين وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها. أتحدث معكم وقبل نصف ساعة فقط من الآن تم تدمير منزل جديد وارتقاء 6 من المواطنين، سبقه بحوالي ساعتين تدمير منزل آخر يعني كانت حصيلته 10 من الشهداء. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت في أحدث إحصائية لها بأن أعداد الشهداء تجاوزت 1400 شهيد، أكثر من 60% من هؤلاء الشهداء هم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 6000 مصاب. كذلك هناك يعني أكثر من 320,000 نازح من بيوتهم إلى مراكز الإيواء التي هي الأخرى تعاني من يعني توفير المستلزمات الطبيعية والضرورية لهؤلاء النازحين من قبيل الطعام والشراب والمستلزمات الأساسية نتيجة تدمير البنية التحتية ونتيجة غياب للمواد الغذائية نتيجة إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. اليوم كان هناك ظلام دامس وغزة الآن تعيش في ظلام دامس، ويعني غياب لمياه الشرب العذبة إلى حد كبير نتيجة انقطاع نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل، ومنع إيصال التيار الكهربائي من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. وزارة الصحة الفلسطينية كذلك أمامها تحديات كبيرة نتيجة هذه الأعداد من الشهداء والمصابين ومنع دخول عشرات الأصناف من المستهلكات والمهام الطبية منذ الحصار الذي كان مفروضا على قطاع غزة منذ 17 عاما، وازدادت الآن الصعوبات نتيجة هذا العدوان على المدنيين الفلسطينيين باستهداف المؤسسات والمنشآت والمدارس وكافة المنشآت وأهمها بيوت المواطنين التي يتم تدميرها على رؤوس ساكنيها. في هذا اليوم ثلاجات الموتى لم تعد تتسع للشهداء لتأوي الشهداء، لأن هناك خطورة كبيرة على مسألة دفن الشهداء، فتبقى الشهداء في المستشفيات. اضطرت إدارة المستشفيات لإخراج الجثامين في أروقة المستشفى إلى حين دفنها نتيجة الخوف وفقدان الأمن لدفن هؤلاء الشهداء. احنا نتحدث في الوقت الحالي لا تزال الهجمات متواصلة سواء من الجو بالطيران الحربي او من البر بالمدفعية او من البحر بالزوارق الحربية، كلهم يطبقون على غزة من كل جانب ويستهدفون المدنيين من كل جانب في محاولة لترقيع هؤلاء المدنيين ودفعهم للاستسلام امام هجمات الاحتلال. بينما في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 لا تزال الاشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى، يسمع أصوات الاشتباكات بين المقاتلين وقوات الاحتلال، ومن داخل قطاع غزة يسمع بين الفينة والأخرى كذلك رشقات صاروخية تخرج صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. هذه مجمل ربما المستجدات السياسية التي تعيشها غزة في الوقت الحالي. أيمن، تتفاعل معك الصحفية هاجر بوجمعة. أيمن عسلهما، أيمن، فما حديث عن إطلاق نار دونك على محطة شرطة الاحتلال في القدس، وحديث على مقتل منفذ العملية ما نعرفش شنو حد علمك معناتها بالخبر هذا؟ هذا السؤال الأولاني نسمعك ومن بعد نسأل سؤال آخر. يعني واضح بأن الأحداث التي تجري في غزة في الوقت الحالي تلقي بظلالها على الضفة الغربية
المحتلة والقدس يعني، وكل العمليات متوقعة أن تجري. تحدث هناك بعض العمليات، بعض إطلاق النار على يعني حواجز للاحتلال، وبالفعل هناك يبدو بأن يعني أنتم تتحدثون معنا، يبدو بأن أصوات النار تم الإبلاغ عنها وإسعاف قرب منطقة باب العمود. الحديث عن إصابتين في إطلاق النار قرب مركز شرطة بالقدس. هذه هي التفاصيل الأولية التي وصلت، وأنا أتحدث إليكم في الوقت الحالي بالمناسبة. لسؤالي الثاني، فمعنى الإعلام العالمي وكيف يتناول القضية وكيف يتحدث يعني عن إسرائيل ضد حماس وإلا ضد غزة وليس ضد المقاومة، ومعنى فلسطين مغيبة تقريبا في الخطاب العالمي. وفما حديث في الول ستريت جورنال هالنهارين اللي فاتوا عن يعني هم يمولون جيشهم مليارات الدولارات ويتحدثون، معناتها يتساءلون عن مصدر تمويل حماس. فما حديث عن الكريبتو كورنسي اليوم في الول ستريت جورنال، يعني انه التمويل جاء اليوم بالعمله الرقميه. يعني سؤالي، هل هذا صحيح ام هي معناتها وهذا الاعلام الاسرائيلي فاش قاعد يروج اليوم؟ يعني الإعلام الإسرائيلي يروج الأكاذيب ليس من اليوم. منذ احتلال فلسطين قبل 8 عقود هناك حالة خداع، حالة مراوغة، حالة تزوير وقلب للحقائق يقوم بها الإعلام الإسرائيلي ويتباكى أمام العالم أجمع. والدليل بأن الإعلام الإسرائيلي بروايته غرر بالرئيس الأمريكي قبل يومين، وهذا ما تبعناه، غرر بالرئيس الأمريكي، رئيس دولة عظمى يتم التغرير به عن طريق وسائل إعلام لا يتأكد من صحة المعلومات التي تأتيه. فضيحة. ثم عندما وقع في الإحراج قام بالاعتذار عما يعني فهمه عن هذا الإعلام. واضح مسألة التمويل وغيرها، حركة حماس حركة موجودة بين الشارع الفلسطيني. حركة حماس حينما تقاوم الاحتلال، مقاومة الاحتلال مقرة وفق الأعراف والقوانين الدولية. المفترض كل الدول التي تنحاز والأنظمة التي تنحاز للاحتلال، المفترض بأنها تنحاز لقوة وفصائل المقاومة الفلسطينية لتقوم بدعمها وتمويلها لمواجهة هذا الاحتلال، هذا على الأقل وليس العكس. لكن يبدو بأن المعايير الدولية انقلبت في هذا الزمان، وبات الدعم للمحتل على حساب الضحية التي تعيش هذه الآلام وهذه المآسي منذ هذا الاحتلال. نحن كشعب فلسطيني واضح بأن الدماء والظلم والقهر والحصار لم يتوقف منذ وجود هذا الاحتلال على هذه الأرض. أيمن، فيما يخص إطلاق النار في القدس، يبدو كون الأمر مؤكد، لأنه الآن قاعد نشاهد في فيديو لمجموعة تطلق النار في القدس. مانيش مثبت هل أنه الفيديو حديث العهد وإلا قديمة. أنا سؤالي، وهو السؤال الأخير الذي سننهي به هذا اللقاء، نذكر زميلنا الصحفي الفلسطيني أيمن تيسير دلول مباشرة معنا من غزة. اليوم الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قال كونه أقول لأسرنا أن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم. في تقديرك ما هذه الأوراق التي يمكن أن تلعبها اليوم المقاومة؟ يعني هو يقصد أبو عبيدة حينما يتحدث بهذا الكلام، يقصد الجنود المتواجدين لدى كتائب القسام. هناك أعداد جنود الآن، الصدمة حتى الآن يعني بالمناسبة صدمة الضربة، ضربة 7 أكتوبر لا تزال حتى اللحظة لم تستوعبها قيادة الاحتلال. وحتى اللحظة في كل يوم يعلنون عن ارتفاع الأعداد، يعلنون عن ارتفاع أعداد المفقودين من الجنود والرتب العسكرية السامية. كتائب القسام واضح بأنها تمتلك في حوزتها جنود ورتب سامية من القيادات العسكرية الوازنة، بإمكان هذه الرتب أن تبيض سجون الاحتلال. واضح هذا الكلام ولا مجال للحديث فيه، لأنها يعني لو عدنا إلى الزمان مقابل جندي واحد هو جلعاد شليط تمكنت من تحرير أكثر من 1000 أسير. نحن اليوم نتحدث عن عدد يفوق 200 مجند ما بين جندي وما بين ضابط في قبضة كتائب القسام، وبالتالي 200 جندي هذا رقم طبيعي ليس لتحرير الأسرى، وإنما واضح بأنه كتائب القسام
سوف تساوم على قضايا أكبر من مجرد قضية الأسرى خلال الأيام المقبلة. وهي بالمناسبة أكدت في وقت سابق حركة حماس وقياداتها بأنها لن تفتح ولن تبدأ الحديث في ملف الأسرى وملف التبادل إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة. جزيل الشكر لك صديقنا وزميلنا الصحفي الفلسطيني أيمن تيسير دلول، كان معنا مباشرة من غزة. كل التضامن مرة أخرى من الشعب التونسي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية العادلة. غزة هو الأشتراك.